بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله، تحية طيبة لكل اللي بيتابعنا من داخل مصر وخارج مصر. الجو رفع بالساعه اهو، رفع تاني زي الاول والله العظيم، والله رفع تاني زي الاول زي الاول. مفيش اول قوش اصلا اهو، ليه الخبا والله ما في اول قوش. 9 مارس 2024 سوق منوف يا جماعه، لحمه ب 300 جنيه، ذكر الجاموس ب 300 جنيه. اللي حصل في لحظه كده، يعني السوق اللي فات كان العرض كتير، هي واقف عندنا 10 ايام والدنيا اشتغلت وكلها اشتغلت والدنيا بقت حلوه والزباين خراب جاي ويجري. بارك يا معلم، الزباين النهارده موت 350 والزباين موت. زباين موت يابا، الزبائن النهارده موت فعلا، الزبائن النهارده موت موت فعلا، بس الباين مش هيلحق النهارده. مفيش باين، معوش مش هقول عوش. كل اللي عنده حاجه خف خف دولهم بقهم، يعني كل اللي عنده حاجه قفل عليها. بس ده المال الطم اللي عنده منتجات. 10 كام دي بعتها؟ 5 بعتها بكام بامانه دي؟ 70000 ايوه ب70000 ايوه. يعني معاك حاجه ولا لسه؟ معاك حاجه ولا معاكش؟ بعتها رخله ولا لسه؟ اه من بيع. يا نهار ابيض، ليه يا عم الزباين كتير النهارده؟ الزباين موت موت، وبعنا دلوقتي ب 54 كده. الزباين موت. سيدنا النبي يا سيدنا النبي يا سيدنا النبي، الخير جه تاني، الدنيا جت ترجع تاني الحلوه تاني. ايام الفقر راحت، ايام الفقر راحت يا هلا. محمد عبود معايا ومبعهم ب 10 كام دي؟ 10 كام؟ عماد انت العماد. بس بقول لي اقول لك دول انتوا فاهمين من بيع. طب بص العماد ايه؟ يقول لي انا فاهم انتوا فاهمين من بيع. جايب بيبك والسبه. بقول لك ايوه والله من بيع اهو. تسلم يا بطحه. ب 10 كام دي؟ 10 كام دي؟ 10 4. بكام الكلام فيه؟ 71000. بس عشان دي الثانية؟ يا نهار ابيض يا ولاد. اللي حصل؟ احلى احلى ابنه. اللي حصل في الدنيا شعار الدنيا يابا. يا احمد يا احمد، الجو رجع تاني، الجو رجع. يا غدا ماشي الحال حلوه، يا غدا ده كان يوم خراب فقر وطفاء، يوم يوم كانت فقر. ها يعني اسعار ما ترخص فقر؟ اه صلى على النبي اسمعني بس، ماشي الحال حلو. الرخص تيجي تقول لي خد، تقول لك مش هتاخد. ما تمشيش وراه، ما تمشيش ورا عم عماد، ماشي الحال الدنيا شغال. ما تمشيش ورا عم عماد، لسه باقي دي 7 والعدد خراب. بطل هاكس، عايزين ماشي الحال. قال له بطل هاكس، ماشي الحال حلو وفي الموت. بطل هاكس شويه، خلينا ناكل لحمه يا عم. 70100 يابا، ب 70100 يا عم الحاج. ايه ده؟ ب 70100 اهو اهو. الزباين الزباين موت النهارده ليه كده؟ بصوا والنبي لا تصور يا عم، انا ولا اعرف اصور من مالك. ده الناس عامله زي الرز، يعني بقالنا كام سوق ما شفناش لا سوق كمية شغل. الناس دي السوق اشتغل، يعني الناس تسمع الاسعار رفعت تجري تشتري. تسمع الاسعار رخصت ما حدش بيشتري. لا هو ده طبيعي الجو، الاسعار رفعت اللي عنده عجله يخاف عليه. احنا اهو ما تخش يا حاج بقى بالعجله بتاعتك دي بقى. 10 كام دي؟ 10 كام يا محمود؟ 4. الكلام فيك ايه؟ 59 و100. يا نهار ابيض، ليه يا جماعه؟ اللي حصل في يوم وليله؟ ربنا ماشي الحال يا عم، ماشي الحال في الموت حلو. صلى على النبي، الواقف الحال خراب. سيدنا النبي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ 9 مارس 2024 سومنوف. يا حمادة 10-4 اللي بيتكلموا عليها. لا بات يا عم، هو راح فين انت بيت؟ لا ما بقتش يابا، معلش انا اسف. هو فين يا عم انت؟ محمد محمد بسيوني، فين بهايمك يا ابني؟ بعتها؟ ايه اللي حصل؟ علي طلع نفسي يتصور، علي طلع نفسي يتصور وعمال يمشي ورا الكاميرا بس انت مطنشه. علي طلع انا قرب من النار. هو يا علي طالع يابا 70200 بس يا حبيبي. جاي لك جاي لك. ايه اللي حصل؟ بعت البام والله؟ والله انبيع. الزبائن موتوا النهارده؟ موت يا عم، هو الجو كان صن شويه بس صن. اه الله يبارك. واحنا لاقيين بهايم؟ مش لاقي، ما فيش بهايم ليها؟ يعني لكل عنده، اللي عنده بهايم خفيها دلوقتي. مش خفيها، او هي البهايم انباعت بقى ولا محدش عارف يا ماشي ازاي، يا كلها تسير ربنا. ناس كشه بس تطلع بهايم.